مرحبا جميعا بفيديو جديد لليوم. كيفكن انتو؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانا كتير 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 اشتقت لكم. هايدي اختي مين؟ اختي رنين. اختي مغارفة. اليوم التحدي حيكون اذا انا بعرف اختي اكثر ولا هي بتعرفني اكثر. بس كيف؟ يعني الأسئلة اللي هي حتسألني هني هحطهم عندي، والأسئلة اللي أنا حأسألها هني هحطهم بكناطة. ماشي؟ فخلينا نبلش. أكيد هعرفهم كلهم، يعني أنا بعرف كثير منيح. طيب يعني أول سؤال، شو هي وجبتي المفضلة من ماكدونالدز؟ وجبتك المفضلة من ماكدونالدز يا ماك ناجتس يا راس عراسة، يا تشيكن ديو. تشيكن ديو. أول سؤال. I got one. أول سؤال عرفته. هلأ ثاني سؤال رح نسأله، شو هو الهير كولر اللي أنا بحب إني أعمله؟ لون الشعر اللي بتحبي تعمليه؟ تو كولرز. أصفر أخضر؟ لا، بعد ما هيك محاولة واحدة. لا، ما ثلاث محاولات راح منهم. زهر؟ لا. موف؟ ايه. ازرق؟ راب. مجان؟ طيب شو هو البيست سينجر عندك؟ زاك نايت. طيب ما زال عرفت ان هو زاك نايت. شو هذه الاغاني اللي انا بحبهم؟ انا صورة زاك نايت بعرفوش، بس انا عرفت الاسم قد ما هلكتني عملها كنزة زاك نايت وزاك نايت وزاك نايت مش اكتر. افش السؤال هعرفتوش. طيب صرت عارفة ثلاث اسئلة وسؤال لا. شو هو ماي فيفورت تشيبس؟ بطاطك المفضل تشيبس لإلك؟ ماستر احلى عادة حار. بعرفش. لا بتقولي بعرف. خلف. عجان؟ طيب شو هو الفيفورت شوكولات اللي عندك؟ فيفورت شوكولات اللي عندك؟ نيتلا؟ الريسس؟ الريسس بتنال اللي على حليب ولا شوكولا. طيب شو هن الفيفورت ستورز انا بحب اروح اشتري منهم الثياب؟ هن محلات الثياب. وين؟ بالمول ولا في المول؟ وفي منهم هون، واحد في منهم، اثنين بقى بالمول. ورحنا لعندهم. لا ورحنا لعندهم قبل ما كنا. اوكي بيرشكا؟ لا زارة. بلا بيرش. هن اربع محلات. بيرشكا، بيرشكا، كولامبر، عشان دام اخاف. اوكي صار في محل تاني. في محل هون قلتي لي. اتوزان هو كمان مشهور، في منه بكل اكل العالم. جينيفر؟ لا. ألسي والكيكي؟ اوكي. وكمان جينيفر. اوكي نسيت. طيب الفيفوريت سودا عندك؟ بيبسي. وهيك يعني 7 اب داد. بيبسي داد بعرفها من هدول، لانه انا اكثر شيء بجيب لهني، يعني بوصيني يجيبهم معي. باتر ما عادش اعرف انا خلاص. طب شو هو الفيفوريت ماك صوص؟ هن تو فيفوريت ماك صوص. باربيكيو صوص اند مش البيك تيستي. لا ال سويت اند سور ساور. هيدا كتير طيب. رح اعماكم تبدو اكتر هذا الطيب مع حط، خاصة مع التشيكن ناجتس والبطاطا. طب شو هو الفيفوريت تركيش اكل؟ احكي عربي.
شو الممثل المفضل التركي عندك؟ باريش أردوش؟ لا 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 بوراك دينيز. طيب لان احنا روحنا سؤال في الهسالة ميا شتيني نفكر بشي سؤال. طيب اذا انا بدي سافر لخمس 5 countries around the world. بطل تعرف تحكي عربي اسا. 5 بلاد حول العالم. شو تقولي بلاد؟ اوكي نقي 5. خمسة بلاد. تركيا دبي دنمارك عن زاك مايت. هند؟ لا اصلا زاك مايت مش عايش بقى. كوري؟ لا سين؟ عايش. طيب وعن الصين وعن سريلانكا؟ لا ما بقيت محاول واحدة. طب خلاص هيتي خلاص يعني معقول 5 بلاد لا حد يعرف. ايه لا لا 5 بلاد ما انا عم قلك راح حول العالم. على تركيا على دبي على الدنمارك وعلى بريطانيا لشوف زاك نايت ما في صحيح بعد هنيك وعلى امريكا. نترك زاك نايت لتروحي كان في حفلة نترك زاك نايت لتروحي لعنده. المهم لحظة المهم انه انا ربحت. انا ربحت اخذت 9 من 10. 9 من 10. هلا دوري. فالدوري حتلقوه وين؟ ب كناتا. انا حاساله اسئله ومستحيل تعرفني. معقول؟ خلينا شوف تحت في صندوق الوصف بكون شو اسمه رابط الفيديو اللي إلها على كناتا. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وما تنسوا تعمل لايك وشير وكومنت سبسكرايب. سبسكرايب. خلينا نوصل 3000 سبسكرايب. 3K حامل توصيل من الفلوجز لا 3K سبسكرايبرز او كمان لل 4K سبسكرايبرز او لل 10000 او 100000. وهذا الفيديو لازم يوصل لل 500 لايك. خلي هذا الفيديو يوصل لل 500 لايك. ثانك يو. باي باي. شوفكم بالفيديو او اللايك اللي بعده. باي باي.